سيكون هذا رائعاً إن تمكن الجميع في مدينة قوس قزح من رؤية المنظر من هنا. حسناً، هذا يذكرني، أنا أعمل على مفاجأة مميزة من أجل كل من في مملكة قوس قزح. أعددت مقرمشات السمك المنفوخة الضخمة. شكراً ترو، إن تناولت المقرمشات لوحدي سأكسر رقم القياسي العالمي، عندها لن يبقى ما يكفي للبلدة. أعتقد أنك لم تفكري بذلك ملياً. في الواقع أنا أعد شيئاً أفضل بكثير من ذلك، إنه هناك. ما هو؟ إنه قارب العائم الخيالي الرائع. لقد فهمت، إنه قارب يطفو. أجل، عالياً في السماء، أنا أصنعه ليتمكن الجميع من رؤية مملكة قوس قزح كما نراها. كما نراها عندما نطير معك. علي فقط إنهاء بعض التعديلات النهائية. أساعدك؟ لا بأس، سأتولى الأمر. رائع، لدي شيء أنهيه أيضاً. مرحباً يا مقرمشات السمك المنفوخة، إنها شهية. لا بأس، سأتولى الأمر. لا بأس، سأتولى الأمر. بأمر ذلك، هنالك أكثر من 100 طريقة لتناول المقرمشات. نجحت. إذن ما رأيكما؟ بإمكاني تجربة 200 طريقة، لكن لم لا سأجرب 200 طريقة. سأعود حالا. أحضرت الوجبات الخفيفة للقصة. أنا؟ شكرا لك باركر بي. في الواقع لم أعرف أنك تحبين مقرمشات السمك المنفوخة، وإلا لأحضرت طبقا أكبر. أحب مقرمشات السمك المنفوخة ولا أكتفي منها أبداً. هذا ما حسبه الملك بيبي عندما حصل على لمسة السمك المنفوخة. هذه كقصة الملك مايدس واللمسة الذهبية؟ نعم غريزيلدا، إنها مثلها بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زاب زابو، حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. ذات مرة كان هناك ملك عظيم اسمه بيبي، أحب مقرمشات السمك المنفوخة. يم 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 يم، أحب مقرمشات السمك المنفوخة. الملك بيبي ينتظر الجميع رؤية فني. أجل، صحيح، حسناً. أيها المواطنون، نكشف هذا اليوم عن تمثال لامع مذهل، صنع حسب طلبي بواسطة الفنانة الملكية، وهي صديقة مقربة ترو، وذلك تكريماً للجنية الرائعة غريزيلدا. يبدو واقعياً جداً ترو. انتظر حتى نفتح النافورة. احترسوا جميعاً، تراجعوا. نجونا بأعجوبة. كدنا نبتل. يكره الملك أن يبتل. غريب، على كل أحب تمثالي، لذا أريد أن أفعل شيئاً لطيفاً من أجلك وأحقق لك أمنية. ما الذي ترغب به؟ حالياً أرغب في المزيد من المقرمشات. حقاً؟ متأكد من أنك لا تريد قصراً أكبر أو القدرة على تحويل كل ما تلمسه إلى ذهب؟ لا، ماذا عن القدرة لتحويل كل شيء إلى مقرمشات السمك المنفوخة؟ تريد لمسة مقرمشات السمك المنفوخة؟ أجل، أرجوك اجعلي كفي سحريتين. كما تشاء. نجح الأمر؟ ألا يجب أن تلمعها الآن؟ تمنيت لمسة مقرمشات السمك المنفوخة وحصلت عليها. جرب. أه؟
واو، الأمر يفلح. شكراً، أنت أعظم جنية على الإطلاق. أعرف، استمتع أيها الملك بيبي. شكراً على التمثال. إلى اللقاء غريزيلدا. وقت صنع المزيد من المقرمشات المنفوخة. لا 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 يحكى أن هناك قطاً لطيفاً يدعى بارتلبيري. فلنسميه بارت. يحب بارت أكل مقرمشات السمك المنفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. مرحباً يا صغار، أتحبون مقرمشات السمك المنفوخة أيضاً؟ شارك بارت الطيب مقرمشاته مع الفراخ. أيجب علي ذلك؟ حسناً، تفضلوا، أنتم لطفاء جداً. لا تنسوا مشاركتها. أوه، يا لروعتهم. مهلاً، البقية لي. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تركتم لي حبة واحدة؟ حسناً، أظنها مشاركة تقريباً. أوه، جميلة جداً، آمل أن مذاقها رائع. أوه، كادت المقرمشة تكسر أسناني. لكن لم يعرف القط أنها ليست حبة مقرمشات عادية، كانت حبة سحرية. رائحتها كالسمك، وتبدو منفوخة، وارتفعت عالياً في السماء. إنه جذع مقرمشات سمك منفوخة عملاقة. لابد من وجود آلاف المقرمشات بالأعلى. إنه مرتفع جداً. لا أدري إن كان بوسعي الوصول للقمة. لا، لن أسمح لكم. واصل بارت التسلق بأقصى سرعته ليصل أولاً لقمة الجذع. باي بو باي. نعم. سيد عملاق، لست شهياً، أعني ربما، لكن غالباً لا، قد أؤذي أسنانك. مشاركة؟ هل قطفت مقرمشات عملاقة أخرى وتريد مشاركتها معي؟ وبالنهاية تشارك المقرمشات العملاقة أضخم وأرق وألذ مقرمشات سمك منفوخة تذوقها بارت بحياته. بي باي بو باي. نم. كل شيء مثالي تقريباً، والآن تنقصنا فقط وجبة خفيفة لذيذة رائعة ومدهشة. وتناولها الجميع في سعادة. النهاية. أفضل قصة سمعتها. لأنها عن العملاق اللطيف والمشاركة؟ لا، لأنها عن شجرة المقرمشات العملاقة. هيا يا حبة، هيا اكبري بشدة، سأنتظر. أوه بارتلبي. شاهد هذا، يبتي يبتي بابلي بول، كلانا حي وأنت كذلك الآن. مهلا، يمكنني التحرك. واو، أنا حي وجائع. هل من وجبات؟ واو، حولت دميتي إلى رفيق لعب من أجلي؟ بفراء حقيقي وشارب حقيقي وبطن حقيقي وما زالت جائعا. انظرا لهذا الذيل، أنا قط وسيم حقاً. مؤكد، أنجزت عملي. حسناً، الآن علي أداء أعمال جنيات أخرى. وداعاً، لا تنسى، كن مطيعاً يا صغير. وداعاً، شكراً على الذيل الرائع. صديق حقيقي. ماذا نفعل أولاً؟ وجدتها، لا تتحرك. ها،
حسناً، لن أتحرك. لكنني ما زلت جائعاً. أو ما الذي يبدو شهياً؟ مذاق رائع. مقرمشات سمك منفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. طلب زبيتو ألا تحرك. ماذا إن غضب وإن اكتشفت أميرة الجنيات؟ قد تعيد تحويلي إلى دمية. وكنت أرى حلماً رائعاً عن البسكويت اللذيذ عندما أيقظتني. كانت قطع البسكويت ترقص على طرف لساني. البسكويت اللذيذ، إنه لذيذ جداً ومقرمش، مقرمش جداً. يبدو أن حلمك لذيذ، ولكن لدينا مشكلة. لم تأتي جريزيلدا وبينجو بانجو إلى مدرج الألوان، وأنا لا أراهما هنا. أرى بعيني شيئاً له شكل بينجو. ها؟ بينجو بانجو هناك. إنه يغادر. توقف، انتظر يا بينجو بانجو، انتظر. بينجو بانجو، توقف، عاد. ترو، أوقف الحافلة. هذا رائع، لم يعد لدينا أي ملحن من أجل الحفلة الراقصة. ماذا حدث؟ لماذا لم تستقبل بينجو بانجو؟ فعلت ذلك. جاء إلى قلعتي ليتدرب، ولكنه لم يعزف جيداً مطلقاً. حقاً؟ هذا مستبعد عنه. ثم قال إنه ملحن مريع وغادر ببساطة. أين سنجد ملحناً آخر الآن؟ لن نحتاج إلى ملحن آخر، علينا فقط أن نجعله يشعر بالتحسن. نحتاج إلى مساعدة الأمان. كيوميولا، كيوميولا، مستعد لأخذنا إلى شجرة الأمان؟ لنذهب إذن. شكراً كيوميولا. مرحباً زي. مرحباً زي. مرحباً بكما. ما هذا الذي تستخدمه؟ هذا مقراب الأمان لأرى داخل الأمنية وأعرف عن مزاجها. مزاجي؟ ها؟ السمات التي تتمتع بها. تريان، لها مركز من الفقاعات، يعني أنها تحب الضحك. رقيبة. شكراً لك. مستعدان للحفلة الراقصة الرائعة؟ ليس تماماً، لقد غادر ملحننا بينجو بانجو. لا، لا موسيقى من دون ملحن. لنفكر قليلاً. إذن لماذا غادر بينجو بانجو؟ قالت جريزيلدا إنه لم يكن يعزف جيداً، وعندما رأيناه بدأ منزعجاً جداً. لقد أخبر جريزيلدا بأنه ملحن مريع. يبدو أنه قد فقد ثقته بنفسه للأسف. ثقته؟ طبعاً ثقته. ما معنى ثقته؟ أن تتأكد بأنك بارع. إذن إذا شعرت بأني بارع في ممارسة حركات الهرارة جيداً، يعني تتمتع بالثقة. نعم، هذا صحيح. أقفز وأدور وأركل. لكن إذا شعر بينجو بانجو بأنه لا يستطيع عزف الموسيقى، يعني فقد ثقته بنفسه. عليه استعادة ثقته بنفسه. أنا بارع أيضاً في القفز والدوران والسقوط. حركات رائعة بارتلبي. إنها ثقة. كان هذا ممتعاً، أحسنت. كان الملك ليحب هذه الأغنية. ملك قوس قزح، اشتقت إليه لأقصى حد. لم أره منذ عام كامل. لا أستطيع الابتعاد عن ترو لهذه الفترة، لكنك محظوظة. أرسلنا لإيجادك ومساعدتك بالعودة إلى المملكة. لا داعي أن يكون هذا. لم أضل طريقي، بقيت هنا بإرادتي. ها؟ كنت أجمع بلورات سحرية لصنع مزمار عريض لأهديه لملك قوس قزح. لكن البلورة الأخيرة لا تتزحزح، لذا هناك نغمة ناقصة.
ولن أرحل من دونها. أي صديقة سأكون وإن عدت إليه بهدية ناقصة؟ أنا لا أظنها ستأتي معنا بسهولة رو. لقد أتينا لإنقاذ ديلي دالي، ولن نعود إلى المملكة من دونها. إذن علينا الإسراع يا ترو. ستغيب الشمس عما قريب، وسنعلق نحن الثلاثة هنا حتى احتفال العام القادم. حسناً، إن كانت ديلي دالي ترفض الرحيل بسبب البلورة، ربما نساعدها لإخراجها. حان وقت أمنية الثانية. زب زاب زو أختارك. استيقظ وومبت. وومبت، تحققي يا أمنية. مرحبا وومبت، نحتاج إلى هذه خطواتك القوية لتحرير بلورة عالقة. وومبت. حسنا إذن انتبها. هذا غير معقول، ماذا حدث؟ سيساعدك وومبت لإخراج البلورة. ربما عليك الابتعاد عن الأرض قليلا. اصعدي. حسنا يا وومبت، ابدأ بخطواتك الآن. على وشك. أحسنت عملا يا وومبت. والآن إلى الحقيبة. وومبت. قوس قزح يتوهج. هذه قوة بلورات قوس قزح. أليست هدية مثالية لملك قوس قزح؟ سيحبها بشدة يا ديلي دالي. وسوف نعطيها له هذا اليوم، صحيح؟ يعني قبل غروب الشمس. ربما تأخرنا. من دون الشمس سيختفي قوس قزح ولن يعود. هيا فلنتحرك بسرعة. إنه شديد الانحدار. لن يصعب على قبضة القط الثابتة أبداً. ذكريني بتقليم مخالبي. أهناك طريق آخر لمغادرة الجزيرة؟ نويت اكتشاف ذلك بعد الحصول على البلورة. إذن هل سنظل هنا حتى احتفال العام القادم؟ انظري إلى الجانب الإيجابي، أنهينا صنع المزمار. ماذا؟ لم أحضر حتى مقرمشات السمك المنفوخة. لا، هنالك نكهات كثيرة لم أجربها بعد. اهدأ بارتلبي، حاول أن تتماسك. مرحبا، ظننت أنني لن أتمكن من الذهاب إلى حفلة الطعام والشراب اليوم. لقد واجهنا مشكلة مع طحالب زازون يا مولاي، لكننا أوقفنا نموها. عندما نزيلها سيتمكن الجميع من تناول الطعام والشراب. نعم، والطقس مثالي لهذا، إنه دافئ ومشمس. دافئ؟ مشمس؟ إيه، ينتابني شعور سيء حيال هذا ترو. ماذا؟ كان علي ترك قطعة الطحالب تلك في جزيرة طحالب زازوني. أنا آسف ترو، أنا فعلت هذا، إنها غلطتي. لا بأس بارتلبي، سنعيد كل شيء إلى طبيعته باستخدام أمنية الأخيرة. توستي أمنية الثاني. كيف لثاني أن يوقف الطحالب من الانتشار؟ كل ما يفعله توستي هو ثاني الأشياء وليها. أشعر أننا رأينا التفافاً كهذا من قبل، ولكن أين؟ لويت العجينة لتصبح بسكويتاً من أجل الغداء، كانت لذيذة جداً بالفعل، جيدة جداً. وأنا لويت بالوناً وجعلت منه فأراً من أجلك هذا الصباح. أحببت ذاك الفأر البالوني قبل أن ينفجر. والعصارة التي رأيناها في مزرعة موسر كان فيها أنبوب يلوي الطحالب ويحولها إلى عصير. لحظة واحدة، هذه هي يا بارتلبي. توستي سيحول الطحالب إلى عصير زازوني، وستزول الطحالب ولن يتبقى سوى العصير. خطة رائعة، أنت الوحيدة التي ستتخلص من الطحالب يا ترو. شكراً يا ملك قوس قزح، أمستعد يا بي؟ دائماً، إلا عندما أكون نائماً، وأنا لست نائماً الآن، هذا يعني نعم. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ توستي.
تويستي لنثني الطحالب ونتخلص منها. لا أصدق، هذا رائع. شكراً ترو. بكل سرور يا صاحب السمو. لنذهب بي. اتبعني. من هنا. هنا. بقي القليل فقط. التفت الطحالب، التفت الطحالب، مذهل. هذا يذكرني بكرة عصير عملاقة. هذا يسبب لي العطش. حسناً جميعاً، استعدوا لتشربوا قدر ما تريدون. يمي يمي. ووش وتشيلزي ساعدانا كثيراً في إزالة الطحالب، لكن تويستي صنع عصير زازوني للمملكة كلها. أحب عصير الزازوني، وهو لذيذ مع مكسرات في شبوف. حسناً تويستي ووش، عودا إلى الحقيبة. يا للعجب يا ترو، هذا طعام والشراب لذيذ جداً. شكراً يا صاحب السمو، وأروع شيء أنه لم يعد هناك طحالب في مملكة قوس قزح. تماماً. بارتلبي، أنا لم أنسى وعدي لك. علمت أنك لن تفعلي. أحضرت لك وسادة تنام عليها بطراوة الطحالب تماماً. شكراً ترو، لكن لا يمكن أن تكون الوسادة بطراوة ال... أحلام سعيدة يا بي. أنا أحب أعمال التنظيف في الحديقة. ماذا تصنعون يا رفاق؟ ياو، أرجوها لي أنا. كم هذا مريح ولطيف. خط تزحلق لتقديم البسكويت. أنتم مساعدون جداً يا رفاق، أنتم في قمة التعاون. يكفي يكفي يكفي، لقد شبعت. هل قلت ذلك حقا؟ تريدون المزيد من الأعمال؟ ولكنكم قمتم بكل الأعمال في الداخل والخارج، في الأعلى والأسفل وفي كل الأماكن. ليس لدي أعمال أخرى مطلقا. لا تحدثوا الفوضى لئلا تقوموا بتنظيفها. مهلا، هل تقومون بهذا لإيجاد عمل؟ إنكم تفعلون هذا. لقد جززتم العشبة مسبقا. لا 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 لا، نسوها مجددا. قصصتم الأطراف من قبل. أبقوا على نظافة المنزل حتى لا تنظفوه مجددا. توقفوا. بارتلبي، ما الذي يقوم المساعدون الصغار بفعله؟ ساعديني ترو، كان كل شيء يسير بشكل رائع. نظف الصغار المنزل بشكل كامل، رتبوا الفضيات وحركوا الأثاث كي ينظفوا الأرضيات، لكن بعد ذلك لم يتبقى لهم أي عمل، لذلك أحضرتهم إلى الخارج لكي أبقيهم مشغولين. جزوا عشب الفناء ورموا القمامة. إذا احتجت إلي سأكون في الأرجوحة. أنت خصم قوي يا سيد وسادة، سوف نتقابل ثانية. من مستعد لمفاجأة لذيذة؟ فرسان قطة النينجا مستعدون دوماً للمفاجآت. ها هي.
فلفل مفرقع لذيذ. هذه رابع وجبة أحبها بعد مقرمشات السمك المنتفخة مع الجبن اللاذع والقليل من مقرمشات السمك المنتفخة الخفيفة جداً. مهلاً، الفلفل المفرقع لذيذ؟ موجود. كرات عصير زازوني؟ موجودة. منصات قابلة للثاني؟ غير موجودة. شكراً للمساعدين الصغيرين. موجودة. أجل، كل شيء جاهز لحفل المبيت. حسناً، عاود تناول الوجبات الخفيفة. أوه، منصات قابلة للثاني. أشعر أنني أميرة. من يدري متى قد تأتي أميرة حقيقية؟ أنا هنا! غريزيلدا! ما كان ليصبح حفلاً من دونك. أعرف! أين فروكي؟ فروكي كنز هنا! هل تريدين عصير زازوني مثلجاً؟ نعم رجاءً، لكن هل لديك منصات قابلة للثاني؟ هذا اهتمام رائع لترو. مرحباً يا حضور الحافل. كل شيء جيد للآن. كل شيء يسير حسب الترتيبات. ننتظر الآن وصول ملك قوس قزح فحسب. لابد أن هذا هو. مرحباً يا ملك قوس قزح. ها؟ جلالتك. أنا لكن... مساء خزامي جميل لك يا ترو وبارتلبي. أنا متحمس جداً لحفل مبيتكما. فقط كنت أتأكد من أنني لم أنسى أي شيء مهم مثل بطانيتي أو وسادتي أو... إذا أردت فرشاة أسنان فلدي. ها هي فرشاة تنظيف ذيلي، كنت أبحث عنها. مفعولها عجيب. ووجدت علكتي قابلة للمضغ. تريدين؟ لا شكراً. لا، ليست فرشاة الأسنان، لدي واحدة. ما هو يا ترو؟ لا تقلق جلالتك، لدينا كل ما قد تحتاج إليه. أوه يا للعجب ترو، استعدادك المسبق هذا إلى الترتيب يعد تجسيداً للمثالية. كما قال بالضبط. شكراً أيها الملك، تفضل رجاءً. ملك قوس قزح، تسلم رؤيتك. حسناً، اكتمل العدد. الجميع هنا؟ موجودون. التالي وقت الحفلة. شجار بالوسائل. مستعدة؟ مستعدة. أنا خلفك يا ملك قوس قزح. يا للعجب يا ترو، أنت سريعة لكن ليس بسرعة قوس قزح. لننطلق بسرعة القصوى. كان ذلك تحليقاً سحابياً ممتازاً. ترو قامت بكل العمل وقد شجعتها كالأبطال. أهذا صحيح؟ قولوا، هيا. نعم، هذا صحيح. لن يطول غيابي في كهف قلب الأمنيات. سأعود في الوقت المناسب من أجل نزهة الغذاء. سنجهز كل شيء. أتمنى لك بحث أمان سعيداً. وداعاً. الأمنيات الصغيرة في كهف قلب الأمنيات. تنمو الأمنيات في هذا المكان. لدينا أطعمة لذيذة. لحم، حلوى، فلفل، فطائر، وتوت، كعكة، وعصائر، و... نعم، وأحضرت طعامك المفضل، بسكويت فيشي باف. بسكويت فيشي باف؟ شكراً ترو، لنتعانق أنا وأنت وبسكويت فيشي باف. ميو ميو ميو، إنها دموع الفرح. أحبك بارتلبي. أو بسكويت فيشي باف أحبه، لما أكله لا أخشى البلل. أو إنها الحقيقة. ماذا؟
الياتي. ربما يريد بسكويتك. لن أعطيه إياه أبداً، سأراقب سلة الطعام مراقبة تامة. 1 2 3 4 1 2 3 4 لا تقلق يا بارتلبي. بسكويت فيشي بف لذيذ جداً. مرحباً بارتلبي. مياو ملكة قوس قزح، هل عدت أخيراً؟ أجل. حسناً، هل تريد؟ واو أنا أحبها كثيراً. ظننت أنك تريد منعه أو منعهم جميعاً من تناول طعامنا الملكي. مرحباً، ماذا حدث؟ إنهم ليسوا سيئين أبداً، فكرت أن أكون هراً لطيفاً وأشاركهم طعامنا. أنا أدرك معنى الجوع. أنت لا تمانع صح؟ على الإطلاق، إذا عملت الآخرين بلطف ستعامل بلطف، أليس كذلك ترو؟ بالتأكيد يا ملك قوس قزح. سيكون هذا رائعاً إن تمكن الجميع في مدينة قوس قزح من رؤية المنظر من هنا. حسناً، هذا يذكرني أنا أعمل على مفاجأة مميزة من أجل كل من في مملكة قوس قزح. أعددت مقرمشات السمك المنفوخة الضخمة. شكراً ترو، إن تناولت المقرمشات لوحدي سأكسر رقم القياسي العالمي، عندها لن يبقى ما يكفي للبلدة. أعتقد أنك لم تفكري بذلك ملياً. في الواقع أنا أعد شيئاً أفضل بكثير من ذلك، إنه هناك. ما هو؟ إنه قارب العائم الخيالي الرائع. لقد فهمت، إنه قارب يطفو. أجل، عالياً في السماء. أنا أصنعه ليتمكن الجميع من رؤية مملكة قوس قزح كما نراها. كما نراها عندما نطير معك. علي فقط إنهاء بعض التعديلات النهائية. أساعدك؟ لا بأس، سأتولى الأمر. رائع، لدي شيء أنهيه أيضاً. مرحباً يا مقرمشات السمك المنفوخة، إنها شهية. لا بأس، سأتولى الأمر. 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 شكراً كيميلو. هذا يهتم بأمر ذلك. هنالك أكثر من 100 طريقة لتناول المقرمشات. نجحت. إذن ما رأيكما؟ بإمكاني تجربة 200 طريقة، لكن لم لا، سأجرب 200 طريقة. سأعود حالاً. أحضرت الواجبات الخفيفة للقصة. بيلي، أنا؟ شكراً لك بارتلبي. في الواقع لم أعرف أنك تحبين مقرمشات السمك المنفوخة، وإلا لأحضرت طبقاً أكبر. أحب مقرمشات السمك المنفوخة ولا أكتفي منها أبداً. هذا ما حسبه الملك بيبي عندما حصل على لمسة السمك المنفوخة. هذه كقصة الملك مايدس واللمسة الذهبية؟ نعم جريزيلدا، إنها مثلها بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زاب زابل. حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعات القصص. ذات مرة كان هناك ملك عظيم اسمه بيبي، أحب مقرمشات السمك المنفوخة. يم 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 يم، أحب مقرمشات السمك المنفوخة. الملك بيبي ينتظر الجميع رؤية فني. أجل، صحيح. حسناً، أيها المواطنون، نكشف هذا اليوم عن تمثال لامع مذهل، صنع حسب طلبي بواسطة الفنانة الملكية، وهي صديقة مقربة ترو، وذلك تكريماً للجنية الرائعة جريزيلدا. جداً في الرخام. يبدو واقعياً جداً ترو. انتظر حتى نفتح النافورة. احترسوا جميعاً، تراجعوا.
عالجونا بأعجوبة. كدنا نبتل. يكره الملك أن يبتل. غريب. على كل أحب تمثالي، لذا أريد أن أفعل شيئا لطيفا من أجلك وأحقق لك أمنية. ما الذي ترغب به؟ حاليا أرغب في المزيد من المقرمشات. حقا؟ متأكد من أنك لا تريد قصرا أكبر أو القدرة على تحويل كل ما تلمسه إلى ذهب؟ لا، ماذا عن القدرة لتحويل كل شيء إلى مقرمشات سمك منفوخة؟ تريد لمسة مقرمشات السمك المنفوخة؟ أجل، أرجوك اجعلي كفي سحريتين. كما تشاء. نجح الأمر، ألا يجب أن تنمعها الآن؟ تمنيت لمسة مقرمشات السمك المنفوخة وحصلت عليها. جرب. واو، الأمر يفلح. شكراً، أنت أعظم جنية على الإطلاق. أعرف، استمتع أيها الملك بيبي. شكراً على التمثال. إلى اللقاء غريزيلدا. وقت صنع المزيد من المقرمشات المنفوخة. لا 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 يحكى أن هناك قطاً لطيفاً يدعى بارتلتون بارتلسون بارتلبري. فلنسميه بارت. يحب بارت أكل مقرمشات السمك المنفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. مرحباً يا صغار، أتحبون مقرمشات السمك المنفوخة أيضاً؟ شارك بارت الطيب مقرمشاته مع الفراخ. أيجب علي ذلك؟ حسناً، تفضلوا، أنتم لطفاء جداً. لا تنسوا مشاركتها. أوه، يا لروعتهم. مهلاً، البقية لي. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تركتم لي حبة واحدة؟ حسناً، أظنها مشاركة تقريباً. أوه، جميلة جداً، آمل أن مذاقها رائع. أوه، كادت المقرمشة تكسر أسناني. لكن لم يعرف القط أنها ليست حبة مقرمشات عادية، كانت حبة سحرية. رائحتها كالسمك، وتبدو منفوخة، وارتفعت عالياً في السماء. إنه جذع مقرمشات سمك منفوخة عملاقة. لابد من وجود آلاف المقرمشات بالأعلى. إنه مرتفع جداً. لا أدري إن كان بوسعي الوصول للقمة. لا، لن أسمح لكم. واصل بارت التسلق بأقصى سرعته ليصل أولاً لقمة الجذع. باي بو باي. نعم 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 نعم. سيد عملاق، لست شهياً، أعني ربما، لكن غالباً لا. قد أؤذي أسنانك. مشاركة؟ هل قطفت مقرمشات عملاقة أخرى وتريد مشاركتها معي؟ وبالنهاية تشاركوا المقرمشات العملاقة، أضخم وأرق وألذ مقرمشات سمك منفوخة تذوقها بارت بحياته. بي باي بو باي. نم 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 نم. كل شيء مثالي تقريبا، والآن تنقصنا فقط وجبة خفيفة لذيذة رائعة ومدهشة. وتناولها الجميع في سعادة. النهاية. أفضل قصة سمعتها.
لأنها عن العملاق اللطيف والمشاركة؟ لا، لأنها عن شجرة المقرمشات العملاقة. هيا يا حبة، هيا اكبري بشدة، سأنتظر. أوه بارتلبي. شاهد هذا، يبتي يبتي بابلي بول، كلانا حي وأنت كذلك الآن. نحلا، يمكنني التحرك. واو، أنا حي وجائع. هل من وجبات؟ واو، حولت دميتي إلى رفيق لعب من أجلي؟ بثراء حقيقي وشارب حقيقي وبطن حقيقي وما زال جائعا. انظرا لهذا الذيل، أنا قط وسيم حقا. مؤكد، أنجزت عملي. حسنا، الآن علي أداء أعمال جنيات أخرى. وداعاً، لا تنسى، كن مطيعاً يا صغير. وداعاً، شكراً على الذيل الرائع. صديق حقيقي، ماذا نفعل أولاً؟ وجدتها، لا تتحرك. حسناً، لن أتحرك، لكنني ما زلت جائعاً. أوه، ما الذي يبدو شهياً؟ مذاق رائع. مقرمشات سمك منفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. طلب زبيتو ألا تحرك. ماذا إن غضب وإن اكتشفت أميرة الجنيات؟ قد تعيد تحويلي إلى دمية. وكنت أرى حلماً رائعاً عن البسكويت اللذيذ عندما أيقظتني. كانت قطع البسكويت ترقص على طرف لساني. البسكويت اللذيذ، إنه لذيذ جداً ومقرمش، مقرمش جداً. يبدو أن حلمك لذيذ، ولكن لدينا مشكلة. لم تأتي جريزيلدا وبينجو بانجو إلى مدرج الألوان، وأنا لا أراهما هنا. أرى بعيني شيئاً له شكل بينجو. ها؟ بينجو بانجو هناك. إنه يغادر. توقف، انتظر يا بينجو بانجو، انتظر. بينجو بانجو، توقف، عد. ترو، أوقف الحافلة. ماذا رائع، لم يعد لدينا أي ملحن من أجل الحفلة الراقصة. ماذا حدث؟ لماذا لم تستقبلي بينجو بانجو؟ فعلت ذلك، جاء إلى قلعتي ليتدرب، ولكنه لم يعزف جيداً مطلقاً. حقاً؟ هذا مستبعد عنه. ثم قال إنه ملحن مريع وغادر ببساطة. أين سنجد ملحناً آخر الآن؟ لن نحتاج إلى ملحن آخر، علينا فقط أن نجعله يشعر بالتحسن. نحتاج إلى مساعدة الأمان. كيوميولا، كيوميولا، مستعد لأخذنا إلى شجرة الأمان؟ لنذهب إذن. شكراً كيوميولا. مرحباً زي. مرحباً زي. مرحباً بكما. ما هذا الذي تستخدمه؟ هذا مقراب الأمان، لأرى داخل الأمنية وأعرف عن مزاجها. مزاجي؟ ها؟ السمات التي تتمتع بها، تريان، لها مركز من الفقاعات، يعني أنها تحب الضحك. رقيبة. شكراً لك. مستعدان للحفلة الراقصة الرائعة؟ ليس تماماً، لقد غادر ملحننا بينجو بانجو. لا، لا موسيقى من دون ملحن. لنفكر قليلاً. إذن، لماذا غادر بينجو بانجو؟ قالت جريزيلدا إنه لم يكن يعزف جيداً، وعندما رأيناه بدأ منزعجاً جداً. لقد أخبر جريزيلدا بأنه ملحن مريع. يبدو أنه قد فقد ثقته بنفسه للأسف. ثقته؟ طبعاً، ثقته. ما معنى ثقته؟ أن تتأكد بأنك بارع.
إذن إذا شعرت بأني بارع في ممارسة حركات الهرارة جيداً، يعني تتمتع بالثقة. نعم هذا صحيح، أقفز وأدور وأركل. أمنيهم. لكن إذا شعر بينجو بانجو بأنه لا يستطيع عزف الموسيقى، يعني فقد ثقته بنفسه. عليه استعادة ثقته بنفسه. أنا بارع أيضاً في القفز والدوران والسقوط. حركات رائعة بارتلبي. إنها ثقة. كان هذا ممتعاً، أحسنت. كان الملك ليحب هذه الأغنية. آه، ملك قوسي قزح، اشتقت إليه لأقصى حد، لم أره منذ عام كامل. لا أستطيع الابتعاد عن ترولي هذه الفترة، لكنك محظوظة. أرسلنا لإيجادك ومساعدتك بالعودة إلى المملكة. لا داعي لكل هذا، لم أضل طريقي، بقيت هنا بإرادتي. ها؟ كنت أجمع بلورات سحرية لصنع مزمار عريض لأهديه لملك قوس قزح، لكن البلورة الأخيرة لا تتزحزح، لذا هناك نغمة ناقصة ولن أرحل من دونها. أي صديقة سأكون وإن عدت إليه بهدية ناقصة؟ أنا لا أظنها ستأتي معنا بسهولة رو. لقد أتينا لإنقاذ ديلي دالي ولن نعود إلى المملكة من دونها. إذن علينا الإسراع يا ترو، ستغيب الشمس عما قريب وسنعلق نحن الثلاثة هنا حتى احتفال العام القادم. حسناً، إن كانت ديلي دالي ترفض الرحيل بسبب البلورة، ربما نساعدها لإخراجها. حان وقت أمنيتي الثانية. زب زاب زو أختارك. استيقظ وومبت. وومبت، تحققي يا أمنية. مرحبا وومبت، نحتاج إلى هذه خطواتك القوية لتحرير بلورة عالقة. وومبت. حسنا إذن، أنت بها. هذا غير معقول، ماذا حدث؟ سيساعدك وومبت لإخراج البلورة. ربما عليك الابتعاد عن الأرض قليلا. اصعدي. حسنا يا وومبت، ابدأ بخطواتك الآن. على وشك. أحسنت عملا يا وومبت، والآن إلى الحقيبة. وومبت. جعلتِ قوس قزح يتوهج. هذه قوة بلورات قوس قزح، أليست هدية مثالية لملك قوس قزح؟ سيحبها بشدة يا ديلي دالي. وسوف نعطيها له هذا اليوم، صحيح؟ يعني قبل غروب الشمس. ربما تأخرنا. من دون الشمس سيختفي قوس قزح ولن يعود. هيا فلنتحرك بسرعة. إنه شديد الانحدار. لن يصعب على قبضة القط الثابتة أبداً. ذكريني بتقليم مخالبي. أهناك طريق آخر لمغادرة الجزيرة؟ نويت اكتشاف ذلك بعد الحصول على البلورة. إذن هل سنظل هنا حتى احتفال العام القادم؟ انظر إلى الجانب الإيجابي، أنهينا صنع المزمار. ماذا؟ لم أحضر حتى مقرمشات السمك المنفوخة. لا، هنالك نكهات كثيرة لم أجربها بعد. اهدأ بارتلبي، حاول أن تتماسك. مرحبا، ظننت أنني لن أتمكن من الذهاب إلى حفلة الطعام والشراب اليوم. لقد واجهنا مشكلة مع طحالب زازوني يا مولاي، لكننا أوقفنا نموها. عندما نزيلها سيتمكن الجميع من تناول الطعام والشراب. نعم، والطقس مثالي لهذا، إنه دافئ ومشمس. دافئ؟ مشمس؟ إيه، ينتابني شعور سيء حيال هذا ترو. ماذا؟ إيه؟ كان علي ترك قطعة الطحالب تلك في جزيرة طحالب زازوني. أنا آسف ترو، أنا فعلت هذا، إنها غلطتي. لا بأس بارتلبي،
سنعيد كل شيء إلى طبيعته باستخدام أمنية الأخيرة. توستي أمنية الثاني. كيف لثاني أن يوقف الطحالب من الانتشار؟ كل ما يفعله توستي هو ثاني الأشياء وليها. أشعر أننا رأينا التفافاً كهذا من قبل، ولكن أين؟ لويت العجينة لتصبح بسكويتاً من أجل الغداء. كانت لذيذة جداً بالفعل، جيدة جداً. وأنا لويت بالوناً وجعلت منه فأراً من أجلك هذا الصباح. أحببت ذاك الفأر البالوني قبل أن ينفجر. والعصارة التي رأيناها في مزرعة موسر كان فيها أنبوب يلوي الطحالب ويحولها إلى عصير. لحظة واحدة، هذه هي يا بارتلبي. توستي سيحول الطحالب إلى عصير زازوني، وستزول الطحالب ولن يتبقى سوى العصير. خطة رائعة، أنت الوحيدة التي ستتخلص من الطحالب يا ترو. شكراً يا ملك قوس قزح، أمستعد يا بي؟ دائماً، إلا عندما أكون نائماً، وأنا لست نائماً الآن، هذا يعني نعم. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ توستي وحقق أمنيتي. حسناً توستي، لنثني الطحالب ونتخلص منها. لا أصدق، هذا رائع. شكراً ترو. بكل سرور يا صاحب السمو. لنذهب بي. اتبعني. من هنا. هنا. بقي القليل فقط. اختفت الطحالب، اختفت الطحالب. مذهل، هذا يذكرني بكرة عصير عملاقة. هذا يسبب لي العطش. حسناً جميعاً، استعدوا لتشربوا قدر ما تريدون. يمي يمي. ووش وتشيلزي ساعدانا كثيراً في إزالة الطحالب، لكن توستي صنع عصير زازوني للمملكة كلها. أحب عصير الزازوني، وهو لذيذ مع مكسرات في شبوف. حسناً توستي ووش، عودا إلى الحقيبة. يا للعجب يا ترو، هذا طعام والشراب لذيذ جداً. شكراً يا صاحب السمو، وأروع شيء أنه لم يعد هناك طحالب في مملكة قوس قزح. تماماً. بارتلبي، أنا لم أنسى وعدي لك. علمت أنك لن تفعلي. أحضرت لك وسادة تنام عليها بطراوة الطحالب تماماً. شكراً ترو، لكن لا يمكن أن تكون الوسادة بطراوة ال... أحلاماً سعيدة يا بي. أنا أحب أعمال التنظيف في الحديقة. ماذا تصنعون يا رفاق؟ ياو، أرجوها لي أنا. كم هذا مريح ولطيف. خط تزحلق لتقديم البسكويت. أنتم مساعدون جداً يا رفاق، أنتم في قمة التعاون. يكفي يكفي يكفي، لقد شبعت. هل قلت ذلك حقا؟ تريدون المزيد من الأعمال؟ ولكنكم قمتم بكل الأعمال في الداخل والخارج، في الأعلى والأسفل وفي كل الأماكن. ليس لدي أعمال أخرى مطلقا. لا تحدثوا الفوضى لئلا تقوموا بتنظيفها. مهلا، هل تقومون بهذا لإيجاد عمل؟ إنكم تفعلون هذا.
لقد جززتم العشب مسبقاً. لا 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 لا، نسوها مجدداً. قصصت من أطراف من قبل. أبقوا على نظافة المنزل حتى لا تنظفوه مجدداً. توقفوا. بارتلبي، ما الذي يقوم المساعدون الصغار بفعله؟ ساعديني ترو. كان كل شيء يسير بشكل رائع. نظف الصغار المنزل بشكل كامل، رتبوا الفضيات وحركوا الأثاث كي ينظفوا الأرضيات، لكن بعد ذلك لم يتبقى لهم أي عمل، لذلك أحضرتهم إلى الخارج لكي أبقيهم مشغولين. جزوا عشب الفناء ورموا القمامة. إذا احتجت إلي سأكون في الأرجوحة. أنت خصم قوي يا سيد وسادة، سوف نتقابل ثانية. من مستعد لمفاجأة لذيذة؟ فرسان قطط النينجا مستعدون دوما للمفاجآت. ها هي فلفل مفرقع لذيذ. هذه رابع وجبة أحبها بعد مقرمشات السمك المنتفخة مع الجبن اللاذع والقليل من مقرمشات السمك المنتفخة الخفيفة جدا. مهلا. الفلفل المفرقع لذيذ؟ موجود. كرات عصير زازوني؟ موجودة. منصات قابلة للثاني؟ غير موجودة. شكراً للمساعدين الصغيرين. موجودة. أجل، كل شيء جاهز لحفل المبيت. حسناً، أعاود تناول الوجبات الخفيفة. أوه، منصات قابلة للثاني. أشعر أنني أميرة. من يدري متى قد تأتي أميرة حقيقية؟ أنا هنا! غريزيلدا! ما كان ليصبح حفلاً من دونك. أعرف! أين فروكي؟ فروكي كنز هنا! هل تريدين عصير زازوني مثلجاً؟ نعم رجاءً، لكن هل لديك منصات قابلة للثاني؟ هذا اهتمام رائع لترو. مرحبا يا حضور الحافل. كل شيء جيد للآن. كل شيء يسير حسب الترتيبات. ننتظر الآن وصول ملك قوس قزح فحسب. لابد أن هذا هو. مرحبا يا ملك قوس قزح. ها؟ جلالتك. أنا لكن مساء خزامي جميل لك يا ترو وبارتلبي. أنا متحمس جداً لحفل مبيتكما. فقط كنت أتأكد من أنني لم أنسى أي شيء مهم، مثل بطانيتي أو وسادتي أو... إذا أردت فرشاة أسنان فلدي. ها هي فرشاة تنظيف ذيلي، كنت أبحث عنها. مفعولها عجيب. ووجدت علكتي قابلة للمضغ. تريدين؟ لا شكراً. لا، ليست فرشاة الأسنان، لدي واحدة. ما هو يا ترى؟ لا تقلق جلالتك، لدينا كل ما قد تحتاج إليه. يا للعجب ترو، استعدادك المسبق هذا إلى الترتيب يعد تجسيداً للمثالية. كما قال بالضبط. شكراً أيها الملك، تفضل رجاءً. ملك قوس قزح، تسالين رؤيتك. حسناً، اكتمل العدد. الجميع هنا؟ موجودون. التالي وقت الحفلة. شجار بالوسائل. مستعدة؟ مستعدة. أنا خلفك يا ملك قوس قزح. يا للعجب يا ترو، أنت سريعة لكن ليس بسرعة قوس قزح. لننطلق بسرعة القصوى. أسرع أسرع. بين الأشجار.
كان ذلك تحليقاً سحابياً ممتازاً. ترو قامت بكل العمل وقد شجعتها كالأبطال. أهذا صحيح؟ قولوا، هيا. نعم، هذا صحيح. لن يطول غيابي في كهف قلب الأمنيات. سأعود في الوقت المناسب من أجل نزهة الغذاء. سنجهز كل شيء. أتمنى لك بحث أمان سعيداً. وداعاً. الأمنيات الصغيرة في كهف قلب الأمنيات. تنمو الأمنيات في هذا المكان. لدينا أطعمة لذيذة. لحم، حلوى، فلفل، فطائر، وتوت، كعكة، وعصائر. نعم، وأحضرت طعامك المفضل، بسكويت فيشي باف. بسكويت فيشي باف؟ شكراً ترو. لنتعانق أنا وأنت وبسكويت فيشي باف. ميو ميو ميو، إنها دموع الفرح. أحبك بارتنبي. أو بسكويت فيشي باف أحبه. لما أكله لا أخشى البلل. أو إنها الحقيقة. ماذا؟ الياتي. ربما يريد بسكويتك. لن أعطيه إياه أبداً. سأراقب سلة الطعام مراقبة تامة. 1 2 3 4. 1 2 3 4. لا تقلق يا بارتلبي. بسكويت فيشي باف لذيذ جداً. مرحباً بارتلبي. مياو ملكة قوس قزح، هل عدت أخيراً؟ أجل. حسناً، هل تريد؟ واو، أنا أحبها كثيراً. ظننت أنك تريد منعه أو منعهم جميعاً من تناول طعامنا الملكي. مرحباً، ماذا حدث؟ إنهم ليسوا سيئين أبداً. فكرت أن أكون هراً لطيفاً وأشاركهم طعامنا. أنا أدرك معنى الجوع. أنت لا تمانع، صح؟ على الإطلاق. إذا عملت الآخرين بلطف ستعامل بلطف، أليس كذلك ترو؟ بالتأكيد يا ملك قوس قزح.